النيل سرير الفراديس، النيل أسطورة السودان وإثيوبيا ومصر. كتبوا عنه من كتب، كتب حافظ إبراهيم شاعر النيل، لكن أكتر زول قدر يتكلم مع النيل ويواجهه بين الدية عالي جدا يقرصوا في أضانه كان شاعرنا الجغريو. الجغريو اتكلم مع النيل وقال للنيل، قال للبحر السطيط، جاي من سطوة ومن سطو الاثنين، قال له يا البحر السطيط غيرك ما في ذكرى، كشفت العرايس، كشفت العرايس العجوز والبكرة وهدمت الجسور. الجغراو ده كان بيتكلم بسجدته على اساس انه الكلام اللي بيجوه في راسه بقوله، هو شاهد الموقف وبالتحديد هو ما شافه الموقف ألفه في القصيدة دي، هو ألفها ولحنها وغناها في لحظة واحدة، يعني ما أخذت وقت، يعني هو بلحن ويغني واستمر طوالي. أستاذنا الراحل الشاعر الجغريو عندما كتب قصيدة البحر السطيط كان ذلك يعني لسان حال المجتمع نسبة لشكل الغضب الكبير الذي انتاب الناس جراء ذلك السلوك الذي يعني دمر كثير جدا من المباني ودمر كثير جدا من المشاعر في دواخل الناس. الخول النشيط، الخول النشيط صار ما عنده فكرها واصبح ساهي حائر، ولا عقله شكرها ولا افكار تدور، ما همك حالهم ما فيش لك شكرها، زملوا غير حالهم عرفوك ناوي مكره خايبين للسدود. الوالد الفنان الشعبي خلف الله حمد صاحب أغنية الكنداكة، وأنا ليهم بجور كلام والنعيم وتحمد والجنزير في النجوم، كان أصلا هو لما ابتدى حياته كان كورس مع الجغريو، وهو تقريبا غنى كل غناء الجغريو. خلف الله كان من ناحية بتاعت عمر قريب من الجغريو في السن، وكان رفيق له وكان بيسانده في الغنى، عشان كده أي حاجة يألف الجغريو كان بغنيها خلف الله، عشان كده يعني حفظها من سيدة مباشرة وغناها مباشرة واشرف عليها. الأغنية سجلت في الأربعينات بصوت جغريو ذاته، يعني ما كانت في إذاعة طبعا، الإذاعة ذاته ما كانت الوقت ذاك الإذاعة موجودة، الإذاعة افتتحت في 1957 الإذاعة السودانية، فكانت بتتغنى بس يعني، لكن أول افتتاحات للإذاعة يعني غنيت يعني في أواخر الخمسينات أو أوائل الستينات، وبدأت تشتهر يعني ما اشتهرت بين يوم وليلة، لكن كل ما تجي مناسبة فيضان كانت الإذاعة بتبثها، كل ما يجي الفيضان كل سنة، وما زال الفيضان يعني السودان لسه ما تخلص من الفيضان. بحر السطيط غيرك ما في ذكرى، وكشفت العرايس العجوز والبكرى، هدمت القصور. بحر السطيط الخول النشيط صار ما عنده فكرة واصبح ساهي حائر. هو في أثناء الفيضان ده شاهد إحدى العرايس محمولة على سرير عشان يقطعوا البحر خوفا من الفيضان، وكانت لابسة الزينة بتاعت العرس، عشان كده قال كشفت العرايس العجوز والبكرة وهدمت القصور أو الجسور. وما كرجتنا شاي الليلة كله تسرى ودمرت البشاير، وتعوضنا حسرة والتيارة كفور، كل ما شوف زراعة عليها أخذت كسرة وتنشط لصراعة، كاتل لك مسرة وحكم كل جهوم. طبعا البحر قال له ماكر، هو طبعا ضمن الهياء هو ماكر، ماكر جبل الليل ليلة كله تسع دمرت البشاير،
البشائر دي الذراع المثمرة وحكمة كل جول، كل ما تشوف ذراعها أخذت عليها كثرة ميلت عليها وطشت لصراعة وكانت لك مسرة، المسرة ده المحصول وحكمة كل جول. الأغنية كانت قوية جدا، صور فيها مشاهد درامية حقيقية للبحر وهو بفيضانات، وفي نفس هذه الأيام الفيضانات مستمرة ومشاكل سياسية وغيره وغيره، لكن أجمل ما فيه إنه نقلت الأغنية من مجرد شعر مكتوب إلى لحن وغناه خلف الله حمد. الجميل في اللحن إنه الأداء كان أداء شعبي بحت يشبه أسطورة النيل الشعبية، الأداء الشعبي الصفقة وبسكتاتها يعني الإيقاع إيقاع العرضة، رغم أنه هو إيقاع تشريفي وهو إيقاع حماسي وهو إيقاع بيعبر عن الفرح وإيقاع مربوط بالشرق، إيقاع شليل شرق السودان ولا شرق النيل، لكن الإيقاع توطن في شرق النيل عند أسد الدبيبة وبيقى جزء من الثقافة الموجودة في شرق النيل القريب من منطقة الدبيبة. يا حرس الطير ما في السطين غيرك ما في ذكرى وشفت العرايس العجوز والبكرة. التربالي وزباين، التربالي ده المزارعين، الترابلة ديل بيقولوا عليهم المزارعين ديل اللي بيشرفوا على الزراعة. تربالي وزباين يبكوا العرق الشرة، العرق الشرة اللي هو بتاع البحر القوي لأنه طب تقدر تقاومه. تربالي وزباين يبكوا العرق الشرة ربيت الغباين، يعني أصابتهم مغصة أو حسرة وحكمك كل جور، ظلمك جبته باين تخلي العلوي باين وتلقوك برا زي يوم النشور، شبه يوم النشور زي يوم الغيامة يعني. الكاسحة من جرة خافت من إمورك يا المناح تدرى ما بتدور أجر، حددت الدواب لدرجة الدرة وحكمك دكتاتوري في الكون كله شر ما بيحبسوك في جور. جاغريو يتكلم عن الدكتاتورية سنة 46، يعني استخدم له مفردة قبل الناس يعرف الدكتاتورية، يعني شبه البحر بالدكتاتور، والدكتاتور ده من الأصعب الأشياء بالنسبة للناس، يعني ما أقول لك فلان ده دكتاتوري معناته ذو صعب. وافتكر أنه الأستاذ المرحوم خلف الله حمد اللي هو واحد من أعمدة الغناء والأداء الشعبي اللي مليان حركة ودراما قدر يجسد الأغنية أو اللي هو كلمات الجغريو بشكل يتناسب تماماً مع شعبية النيل، مع وحدة النيل وحركته من، وأنا بقول لوحدة النيل بكل أيحاءات اللفظة، هذه المرونة كافية لإنها ترجع الأغنية دي للسطح تاني وتبقى هي واحدة من الأغاني اللي تغنى حالياً واللي تعبر وتحل جزء من مشاكل النيل. خلي على المباين تهاجم كرة كرة يستنوك برا زي يوم النشور. في سنة 46 دي أكثر من 70 سنة مش كده؟ يعني شوف الأغنية دي خالدة من الزمن ذاك إلى الآن، يعني الناس اللي بيستخدموه وغنوها هسه هم لا شافوا الجاغريو ولا بيعرفوا المفردات. رغم أن الذين شهدوا ذلك التمرد العنيف جدا من النيل الآن معظمهم ليسوا يعني على قيد الحياة،
ولكن ظلت هذه الحكاية وظلت هذه الروايات تروى للأجيال، وظل كلما حان موعد فيضان النيل يشعر الناس بحالة من الخوف والرعب والتوجس. البحر الصديق غيرك ما في ذكرى، كشفت العرايس العجوز والبكرة وهدهم تلبسوا حايرين في جنايتك اللد هوا مرات تراب تلاشى من عدم بالمرة ما بنفع عزل غايت وبلغت غايتك بالإرادة الحرة وين يعني لعنايتك مزارعي كفر وكايس للصبر مزارعي فلو كايس للصبر مزارعي كفر وكايس للصبر